كيأتي يعني هاد الوقفة كتأتي يعني من خلال البرنامج النضالي اللي قرر المجلس الوطني الأخير اللي منعقد يوم 7 جنبير 2023 بالدار البيضاء، واللي من بين القرارات ديالو هو بأن تجسيد الشطر الثالث من المعركة بعد ما جسدنا الشطر الأول والشطر الثاني واللي ما كانش فيه استجابة من طبيعة الحال مع وزير الداخلية. اليوم كنجسدوا الشطر الأول في البرنامج، الشطر الثالث من البرنامج النضالي واللي كيبتدأ بإضراب ديال 3 أيام اللي هو 26 27 28 دو جنبير، ووقفات في 12 جهة يوم 26 دو جنبير في نفس الوقت اللي هو مع 11. إذا النضال ديالنا كيجي من أجل المطالب العادلة والمشروعة اللي كاينة في الملف المطلبي ديالنا، والوزارة الداخلية كترفض أنها يعني تجلس معنا إسوة بباقي القطاعات، القطاعات كلها كتحاور مع الوزير المكلف بالقطاع، إلا حنا الوزارة الوصية كترفض. وحنا عندنا جملة من المشاكل من بينها الملف ديال حاملي الشهادات والدبلومات اللي بطبيعة الحال باقي ما لقاش الحل النهائي ديالو، الملف ديال التقنيين، الملف ديال المحررين، الملف ديال خريجي المراكز ديال التكوين الإداري والتقني، الملف ديال المساعدين الإداري المساعدين التقنيين، الملف ديال المهندسين واللي ما عندهمش واحد النظام أساسي اللي كيرقى الطموحات ديالهم، والعدالة الأجرية بالنسبة للمتصرفين، يعني بالنسبة كذلك بأن الترقية كنقولوا بان تكون 6 سنوات عوض 10 سنوات، و4 سنوات عوض 6 سنوات بالنسبه لامتحان الكفاءه المهنيه، وحذف ديال الامتحان الشفوي. كذلك التعميم ديال الاشغال الشاقه والملوثه اللي هي يعني كان بحال اللي كنقولوا واحد البريم الوحيد اللي كتعطى الموظفين واخا ما معماش، ولكن على الاقل كيلقى ذاك الموظف واحد يعني مبلغ مالي من اجل تسديد النفقات ديالو اللي كتفوق الراتب الشهري بطبيعه الحال. إذا كاين مجموعة ديال المطالب العادلة والمشروعة واللي من طبيعة الحال حنا كنطالبوا بها وكنناضلوا من أجلها، هذا هو الملف المطلبي ديالنا. بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية، كنلقاو بأن هناك مناضلين نقابيين يعني كيتم التعسف ديالهم كيطردوا من أجل أسباب نقابية.